مرحبا بمشتركي سابوراني، دوك بنصلح لكم نموذج رقم 2 من فروض المراقبة عدد 1 للتلاميذ سنة 9 أساسي بيان سور في مادة الرياضيات. نبدأ بالتمرين الأولاني. أجب بصحيح أو خطأ. عدد قابل للقسم على 3 و15، إذا يقبل القسم على 45. خطأ. علاش لهني؟ على خاطر 3 و15 ماهمش أوليين فيما بينهما. نعطي مثال لهنا، مثال 15 يقبل القسم على 3 ويقبل القسم على 15 ولكن لا يقبل القسم على 45. نعطي مثال آخر، مثال آخر 105 دونك يقبل القسم على 3 و15 لكن لا يقبل القسم على 45. تعدل السؤال الموالي. عدد قابل للقسم على 2 و15، إذا يقبل القسم على 30. بطبيعة 2 و15 أوليان فيما بينهما، هكا ولا؟ إذا يقبل القسم على 30 لهنا صحيح. تعدل السؤال الثاني. كل سؤال يتضمن إجابة واحدة صحيحة ضع علامة أمامها. عطاني العدد متاعي، حيث أ و ب رقمين يقبلان القسم على 15، إذا حيث أ و ب رقمين، العدد هذا يقبل القسم على 15 إذا كان أ يساوي 5 ب يساوي 2، أ يساوي 2 ب يساوي 0، ولا أ يساوي 4 و ب يساوي 5. شو معناتها يقبل القسم على 15؟ معناتها يلزم يكون في آن واحد، دونك 15 يلزم يكون يقبل القسم على 3 و 5، هكا ولا؟ باهي، هو لهنا يقبل القسم على 5، شو معناتها؟ معناتها رقم أحادي يا إما 0 وإلا 5. دونك انا لهنا كي نخزن عندي البي هو رقم الاحاد، عطيني البي 2، عطيني البي 0، وعطيني البي 5. اذا الاقتراح الاولاني هذا ايليميني، فهمنا؟ معناتها الاقتراح هذا ماهوش صواب، قد محصوره ما بين الاقتراح الثاني والاقتراح الثالث. اذا عندي بي 0 وبي 5، الزوز يقبلوا القسمه على 5. شو معناتها يقبلوا القسمه على 3؟ معناتها مجموع ارقامه من مضاعفات 3. انا شنو عندي لهنا؟ نجم نحسبهم. عندي 4 مع 5 مع 3 مع 6 مع ا مع 9 مع 7 مع ب، نخلي أ و ب يساوي، هذا شنو باش يعطيني هذا؟ لهنا عندي 5 و 4 9 و 6 و 3 9، 9 و 9 عندي 18، هكا ولا؟ إذا 18 باش نزيدها 9، شنو باش تولي عندي لهنا؟ بالطبيعة باش تولي عندي 27، 27 باش نزيدها 7، شنو باش تولي عندي لهنا؟ باش تولي عندي، إذا قلنا 27 زائد 7 باش تولي عندي 34، إذا يساوي 34 مع أ مع ب. كي ناخو أنا ب 0 معناتها لهنا 34 مع أ، كي ناخو ب 0 معناتها الأ 2، 34 زائد 2 شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 36. هل إنه 36 من مضاعفات 3؟ نعم. كي تعطيني ال ب 5 والأ 4 شنو معناتها؟ معناتها 34 مع 4 مع 5، شنو باش تعطيني هذي؟ باش تعطيني 34 مع 4 اللي هي 38، 38 باش نزيدها 5، شنو باش تعطيني لهنا؟ باش تعطيني 43. هل انه 43 من مضاعفات 3؟ لا. اذا الاقتراح الصحيح هذا بالطبيعة هو الاقتراح هذا، فهمنا؟ تعادل السؤال الثاني. كم مجموعة الأعداد التي تتكون من رقمين فرديين مختلفين؟ كم مجموعة الأعداد التي تتكون من رقمين فرديين مختلفين؟ لهنا شنو الأرقام الفردية متاعي؟ الأرقام الفردية بتبيع عندي 1، عندي 3، عندي 5، عندي 7، وعندي 9. هو السؤال لهنا كم مجموعة الأعداد التي تتكون من رقمين فرديين مختلفين؟ معناتها زوز أرقام فردية مختلفة، كيما مثلا 31، كيما 13، فهمنا؟ باهي، بالنسبة كي ناخو أنا الواحد، اللي كان خديت أنا الأحاد 1، معناتها العشرات باش يكون يا 3، يا 5، يا 7، يا 9، هكا ولا؟ باهي، إذا كان أنا خديت 3، اش معناتها لهنا قداش عندي؟ عندي 1، 2، 3، 4، هنا عندي 4. وفي الثلاثة كيف كيف عندي 4، وفي الخمسة عندي 4، وفي السبعة عندي 4، وفي التسعة عندي 4. إذا لهنا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني بالطبيعة لهنا عندي 4 ضرب 5 اللي هي 20، معناتها لهنا باش يكون الاقتراح نتاعي الصحيح هو 20، فهمنا؟ تعدل التمرين الثاني. نعتبر المجموعة أ، هاكا المجموعة نتاعي لهنا، إذا عندي هذه المجموعة أ، وباش أوجد أ ودي تقاطع أ كو نجمة، وأ تقاطع المجموعة إي. عفوا لهنا المجموعة N A تقاطع N ب، لهنا نبدو بأ تقاطع N، الأعداد الصحيحة الطبيعية اللي موجودة لهنا، اللي هي عندي صفر لهنا، وعندي لهنا إذا جذر التربيع 36 على 81، معناتها 6 على 9، إذا ماهوش عدد صحيح طبيعي، إذا لهنا عندي صفر. أ تقاطع Q نجمة، شو معناتها Q نجمة؟ معناتها مخالفة للصفر، باهي. إذا شنو باش يكون عندي لهنا؟ بالطبيعة عندي
21 على 12 عندي 3.14. فهمنا؟ لهنا إلا جذر التربيع 25 معناتها إلا 5 موجود، وجذر التربيع 36 على 81 هو 6 على 9، إذا كيف كيف موجود. فهمنا؟ لهنا قاطع دي، دي هي الأعداد العشرية. شنو باش يكون عندي لهنا؟ بالطبيعة عندي 3 فاصل، عندي 0، عندي 3.14، فهمنا؟ عندي 21 على 12، عندي لهنا إذا 21 على 12، إذا لهنا وجذر تربيعي لي 36 على 81. البي لهنا هو عدد حقيقي ماهوش عدد عشري، خاطر هو البي ما عندوش كتابة عشرية لا دورية ولا غير منتهية. أوجد الكتابة العشرية للعدد 23 على 6. إذا لهنا باش نجي نعمل 23 على 6، شنو باش تعطيني لهنا؟ باش تعطيني عندي 3، 3 في 6 عندي 18 والباقي 5. إذا عندي لهنا 50 على 6 عندي 8، 8 في 6 48 والباقي إذا 2. 20 على 6 عندي 3، هنا عندي 18 والباقي 2. فهمنا؟ 20 على 6 3، إذا لهنا 18 والباقي 2. 20 على 6 3، 18 والباقي 2، وإلى إذا لهنا عندي كتابة عشرية دورية اللي هي 3.83. الدورة هنا 3 نجم نكتبها لهنا اللي هي 3.83. إذا لهنا جاوبت عليه السؤال بي غادي، كان هنا كنت نجم نكتب 3.33 هكا، ومن بعد لي كتابة العشرية الدورية باش نكتبو 3.83. فهمنا؟ أوجد القيمة التقريبية برقمين بعد الفاصل للعدد 23 على 6. إذا باش يعطيني لهنا 3.83، خاطر بعدها 3. بين أن العدد 5 قوت 2017 إلا 2 في 25 قوت 1008 يقبل القسمة على 15. كيفاش نجم نكتبو أنا ذا؟ 5 قوت 2017 إلا 2، 25 هي 5 قوت 2 قوت 1008، هاكا ولا؟ يساوي 5 قوت 2017 إلا 2 ضارب لهنا عندي 2008 ضارب 2، 1008 عفوا ضارب 2، باش تعطيني 5 قوت 2016. نجم لهنا نخرج الخمسة قوت 2016، باش تعطيني 5 قوت 2016، باش يبقى لي هنا باش يبقى لي 5، خاطر قوت 2016 2017 2016 ضرب معناتها 5 قوت 2016 في 5 قوت 1 إلا لهنا 2، هاكا ولا؟ إذا يساوي 5 إلا 2 اللي هي 3، إذا يساوي 3 ضرب 5 قوت 2016. لاحظوا أنه عندي هو العدد هذايا متاعي هو يقبل القسمة على 3 ويقبل القسمة على 5 في آن واحد، إذا هو يقبل القسمة على 15. بما أنه يقبل القسمة على 3 و 5 إذا يقبل القسمة على 15. بعد التمرين الموالي نعتبر العبارتين أ و ب، حيث أ يساوي 3 مع 2 جذر 2 و ب 3 إلا 2 جذر 2. ب لهنا عطيني الأ والب، عطيني الأ والب ويحبني نوصل الأ هي 3 مع 2 جذر 2 والب هي 3 إلا 2 جذر 2. فهمنا؟ إذا باش نخرج من العبارة الأولانية أ يساوي 2 إلا جذر 2، عندي إلا باش نحي المعقفة هذاك، عندي إلا وإلا واحد باش تولي مع واحد، عندي إلا وإلا باش تولي مع جذر الإثنين مع بي، مع 2 جذر الإثنين إلا بي. فهمنا؟ توا لهنا باش نجم نعمل اختزال، نجم نحي بي إلا بي، لهنا عندي إلا جذر الإثنين مع جذر الإثنين باش تتنحى، شنو باش يبقى لي؟ باش يبقى لي 2 مع واحد اللي هي 3 مع 2 جذر الإثنين، فوالا هاكا وصلت. توا باش نتعدى للعبارة بي. ب يساوي عندي لهنا ضرب جذر الاثنين إلا جذر الثلاثة في جذر الاثنين إلا جذر الثلاثة، عندي أ إلا ب ضرب أ مع ب يساوي أ قوت 2 إلا ب قوت 2. إذا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني جذر الاثنين قوت 2 إلا جذر الثلاثة قوت 2 إلا 2 جذر الاثنين مع 4، على خاطر عندي إلا وإلا. شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 2 إلا 3 إلا 2 جذر الاثنين مع 4. إذا لهنا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 2 إلا 3 إلا 1 مع 4، معناتها باش تعطيني 3
إلا 2 جذر في 2، فوالا راني وصلت لها. 3 هي 2 إلا 3 هي إلا 1 مع 4. بين أن أ هو مقلوب ب، يكفي لهنا باش نعمل أ في ب. أ ضارب ب يساوي 3 مع 2 جذر 2 ضارب 3 إلا 2 جذر 2. أ مع ب ضرب أ مع ب هي أ قوة 2 مع 3 قوة 2 إلا 2 جذر 2 قوة 2 يساوي 9 إلا لهنا 4 في 2 معناتها إلا 8 يساوي 1. إذا أ في ب يساوي 1 معناتها أ هو مقلوب ب. أحسب إذا 1 على أ مع 1 على ب واستنتج جذر تربيعي لواحد على أ على أ مع 1 على ب مع 3. إذا شنو باش يعطيني لهنا 1 على أ مع 1 على ب؟ قلنا أ مقلوب ب شنو معناتها؟ معناتها أ يساوي، إذا 1 على أ يساوي ب، 1 على ب يساوي أ، هكا ولا؟ إذا هنا 1 على أ شنو باش تكون لهنا؟ باش تكون ب مع 1 على ب هي مع أ يساوي 3 إلا إلا 2 جذر 2 مع 3 مع 2 جذر 2، نجم نختزل لهنا باش تعطيني 6. إذا لهنا واستنتج أن 1 على أ مع 1 على ب مع 3 هو عدد صحيح. طب شنو باش يعطيني هنا؟ باش يعطيني 6 مع 3 جذر تربيعي ل 6 مع 3 جذر تربيعي ل 9 اللي هو 3. إذا ينتمي إلى أن عدد صحيح طبيعي. باهي، نتعدى للتمرين الأخراني واللي هو تمرين الهندسة. ليكن أو إي جي معينا متعامدا في المستوي حيث أو إي يساوي أو جي، إذا لهنا وعين النقاط. باهي، إذا لهنا ناخدو المعين بتاعنا، ناخدو ورقة باش نخدمو عليها. إذا شنو عندي لهنا؟ عندي معين متعامد من المستوي باش ناخدو أو إي يساوي أو جي يساوي 1 سنتيمتر. إذا هذه اي وهذه او وهذه جي. عين النقاط ا هي الا 3 الا 2، اذا لهنا باش ناخذ كومبا عندي الا 3 على الاكس ولا 2 على الكريك. اذا هذه هي النقطه ا، ا هي الا 3 الا 2. النقطه ب هي 3 الا 2 شو معناتها؟ معناتها عندي إلا 2 على الكريك وعندي 3 على الإكس. إذا هنا باش تكون عندي ديجا إلا 2 باقي الفتحة متاع الكومبا متاعي هي، وعندي باش ناخو 3 متاعنا اللي هي من هنا. دونك هذه باش تكون النقطة بي، هذه هي النقطة بي. والنقطة سي هي إلا 3 إلا 2 معنتها لهنا إلا 3 2 عفوا، معنتها باش تكون من هنا خاطر البركال ما بدلتوش بقات لي هذيك 3 ولهنا 2. إذا هذه هنا بين أن أ و ب متناظرتين بالنسبة إلى أو جي. أنا شنو عندي؟ عندي الأ هي إلا 3 إلا 2 وعندي أنا البي هي 3 إلا 2. إذا عندهم نفس الإيكغريك، إيكغريك أ يساوي إيكغريك بي، وعندي إكس أ يساوي إلا إكس بي. إذا لهنا شنو معناتها؟ معناتها متناظرتين بالنسبة إلى أو جي، أ و بي متناظرتين. فهمنا؟ بالنسبة للأ والسي، عندي أنا الأ هي إلا 3 إلا 2 وعندي السي هي إلا 3 و2. شو معناتها لهنا؟ معناتها إكس أ يساوي إكس سي ولكن إيكغريك أ يساوي إلا إيكغريك سي. شو معناتها لهنا؟ معناتها أ وسي متناظرتين بالنسبة إلى أو إي. فهمنا؟ سؤال موالي لهنا بين ان او اي موازي ل ا بي، يحب يبين انه او اي موازي ل ا بي. بما انه ا و بي متناظرتين بالنسبه الى او جي، اذا او اي موازي ل ا بي. متناظرتين بالنسبه الى او جي، هاي كان ا و بي متناظرتين بالنسبه الى او جي. عندي انا لهنا بيان سور الاكس ا يساوي الا اكس بي، اذا لهنا باش تعطيني انه ا بي موازي لي او اي و ا سي موازي لي او جي. بالطبيعه كيف كيف لهنا ا سي موازي لي او جي. فهمنا؟ اذا لهنا استنتج طبيعه المثلث سي بي ا. وين المثلث نتاعي؟ هاك سي بي ا. شنو باش يكون المثلث هذا؟ هو هاك سي بي ا هو مثلث. نجم نصور وانا لهنا
مثلث قائم. علاش؟ على خاطر انا عندي الا بي موازي لو اي، وعند ا بي موازي لو اي، وعندي الا سي موازي لو جي، وانا نعرف انه او اي عمودي على او جي. شنو معناتها لان او اي عمودي على او جي؟ شنو باش تعطيني هذه؟ باش تعطيني انه ا بي عمودي على ا سي، معناتها المثلث نتاعي اللي هو ا بي سي مثلث قائم. فين قائم؟ في ا. عين او هي 2 جذر 2 صفر، اذا باش نحط النقطه او حيث او يساوي 2 جذر 2. شو معناتها 2 جذر 2؟ هذا هو جذر 2، شفتوه هذا هو جذر 2، باش نضربه ضارب 2، معناتها باش تكون لهنا، باش ناخذ هكايه الدوبل اهو فوالا، هذه هي الاولانيه وصفر، اذا فين باش تكون الاو؟ هذه هي النقطه او. مو 2 جذر 2 ناخذ منها واحد، منها واحد في مثلث قائم هكا ولا. وابني اف مناظرة او بالنسبة الى بي، اذا هنا باش نبني مناظرة او بالنسبة الى بي، نجي لهنا نهبط عموديا وناخو بي او يساوي بي اف، فوالا دونك لهنا لهنا عفوا عندي البي هي البي هي ثلاثة ثلاثة ولا اثنين، اذا لهنا هكي باش تكون مش باللازم عمودين على خاطر ماهمش لهنا على استقامه واحده. اذا لهنا عندي هذيك النقطه بي وهذه النقطه او، اذا باش تكون لهنا النقطه اف، فوالا هذه هي النقطه اف. احسب احداثيات اف، اذا لهنا باش يطلع احداثيات النقطه اف. شنو باش يكونوا احداثيات النقطه اف؟ اذا لهنا بالطبيعه باش تكون ثلاثة، ومن هنا شنو باش تكون احداثيات النقطه اف على او جي؟ هي او جي فوالا، دونك هذه هي إيكغيك إف وهذه هي إكس إف. إذا شنو باش تكون لهنا؟ الإكس إف باش تكون ثلاثة، والإيكغيك إف باش تكون إلا اثنين جذر لي اثنين. فهمنا؟ نتحدى للسؤال الموالي، حدد إحداثيات أو في المعين أ بي سي. شنو معناتها لهنا؟ أ بي سي معناتها لهنا باش يشوف إحداثيات أو في المعين هذا. أهوكا نجم نصوره بلون مختلف في المعين A B C، هو المعين نتاعنا، فهمنا؟ إذا هذه نورمالمون هذه هي إكس أو وهذه هي إيكغيك أو، يكفي إني أنا نقراهم لهنا، ما يلزمني نحط لي شال نتاعنا على خاطر بدلت المعين، ولكن بالطبيعة نمشي نبقى نمشي بالواحد سنتيمتر. إذا لهنا شنو باش تكون؟ أخذرو لهنا الأو هذه هي قلنا الإكس أو، أهي الأ فين موجودة؟ هذه الإكس أو، إذا شنو باش تكون لهنا الإكس أو؟ باش تكون ثلاثة، إكس أو يساوي ثلاثة، والإيكغيك أو ها هي الإيكغيك أو، إذا لهنا شوفوا لهنا هبط بال إلا اثنين، إذا هنا باش تكون بيان سيغ باش تكون اثنين، على خاطر الأو موجودة في الناحية الموجبة، كي نهبط لهنا علاش ثلاثة؟ تنجموا أنتم هذايا زادة كيف ترقموه بواحد سنتيمتر أهو. إذا كان ما عرفتوش كيفاش تطلعوا، تنجموا ترقموهم بواحد سنتيمتر، هاكا تقراوها طول، هذه ثلاثة وهذه اثنين، إذا إكس أو يساوي ثلاثة وإيكغيك أو يساوي اثنين، معناتها في المعين أ بي سي الأو إحداثياتها ثلاثة، الأو إحداثياتها ثلاثة اثنين، فهمنا؟ هاكا نكون خدمت لكم نموذج آخر من فروض المراقبة عدد واحد في مادة الرياضيات، تابعوني على سبورانات إن شاء الله باش نهبط لكم نماذج أخرين اللي باش تعاونكم في فهم معناتها الدروس، واللي باش تعاونكم بالطبيعة في الإقبال على الاختبارات وأنتم محضرين كل شيء.